مزيد من التفاصيل خلينا ناخد دكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور منار بونجور على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ نهاوند واستاذ كريم كل سنه مشاهدينا. اهلا بيكي. طبعا يعني مكالمه النهارده مختلفه ولازم هتكون مهمه جدا، زي ما كنا بنتكلم ناس كتير هتسافر عشان طبعا اجازه العيد، فخلينا نطمن من حضرتك ونطمن الناس الطرق طبعا الصحراويه وغيره هتكون عامله ازاي النهارده ودرجات الحراره ايضا. اتفضلي يا دكتور منار. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير ان شاء الله. احنا متوقع ان درجات الحراره تكون حول المعدلات خلال هذا الاسبوع، يعني متوسط درجات الحراره بالنسبه للقاهره الكبرى هيكون ما بين 34 الى 35 درجه مئويه فتره النهار، ويمكن ده من غدا الثلاثاء ان شاء الله وحتى مطلع الاسبوع القادم فتره الاجازه ان شاء الله هتكون درجات الحراره حول المعدلات في اغلب مناطق الجمهوريه. هو الاسبوع ده في ارتفاع طفيف عن الاسبوع الماضي بحوالي من درجه لدرجتين، فزي ما قلنا متوسط درجات الحراره للقاهره الكبرى 34 35، والمناطق الساحليه ما بين 28 ل 30 درجه مئويه، جنوب الصعيد توصل ل 42 درجه مئويه فتره النهار. فبصفة عامة الأجواء هتبقى فترة النهار أجواء حرة على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، أجواء شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار. كمان فترات النهار في ارتفاع في نسب الرطوبة، يمكن نسب الرطوبة هي العامل المهم جدا في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس إن درجات الحرارة أعلى من اللي احنا بنقولها دايما بحوالي من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا هنحس قيم درجات الحرارة اعلى من القيم اللي انا قلتها بسبب وجود نسب رطوبه في الجو. نسب الرطوبه طبعا بتختلف من محافظه لمحافظه، المحافظات الساحليه بتبقى اكثر رطوبه، وكل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت الرطوبه اقل، لكن بصفه عامه هي الرطوبه موجوده في اغلب المحافظات اللي موجوده في الجمهوريه. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحراره، نحس بيه اكثر ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، فالاجواء هتكون فتره الليل معتدله تماما في اغلب انحاء الجمهوريه، خاصة كمان ان هيبقى في نشاط للرياح هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء واحساسنا بنسب رطوبه اقل فترات الليل والاجواء المعتدله فترات الليل. ننوه كمان عن السبوره المائيه. بالظبط كنت لسه هسال حضرتك، وايه افضل كمان مع السبوره المائيه افضل توقيت يعني ننصح الساده دلوقتي المشاهدين ان هم يسافروا فيه؟ ساعات الباكره ولا امتى؟ هيبقى معانا شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. الشبوره دي في اغلب محافظات الجمهوريه وبتؤدي لانخفاض طفيف فتره الصباح الباكر في الرؤيه الافقيه، هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 8 الصبح هتبدا رؤيه تتحسن في اغلب الطرق. ناخد بالنا فقط من الشبوره المائيه، هي كمان مش ان شاء الله مش هتاثر على حركه المرور بشكل كبير لكن هتؤدي لانخفاض رؤيه افقيه، فمهم جدا ناخد بالنا من الشبوره المائيه. حركة الملاحة البحرية كمان على البحرين الأحمر والمتوسط إن شاء الله خلال 72 ساعة القادمة على الأقل هتكون معتدلة، البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، يعني بصفة عامة الأجواء مستقرة نقدر نستمتع بالأجواء، لكن ناخد بالنا من درجات الحرارة أو من يعني تعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 4 العصر، الفترة دي هي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فبقدر الإمكان لو انا مضطر ابقى موجود في الشارع في الفتره دي يكون معايا غطاء للرأس شمسيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره. طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، ازازه الميه تبقى موجوده في على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا بقدر الامكان نبقى موجودين في اماكن جيده للتهويه، ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو. ان شاء الله تبقى اجازه سعيده. والله يعني انا ماشي يعني انا بالنسبه لي هقول لك ايه يا دكتوره منار يعني هنقول ربنا يسعد الناس اللي بتحب الصيف، ما نقدرش نقول غير كده. بنشكرك جدا وكل سنه وحضرتك بخير دكتور منار غانم طبعا، وتغطيه كالعاده رائعه جدا ومفيده، وربنا يسعدهم. هنقول ايه؟ ربنا يسعد الناس دي والله انا مش